وما حكم من استخدمت الطيب وهي محرمة؟ هل عليها كفارة؟ إن كانت ناسية أو جاهلة ليس عليها شيء، تغسل الطيب إذا ذكرت ولا عليها شيء. أما إن كانت متعمدة فإنها تأثم، وعليها أن تغسل الطيب وأن تفدي كما ذكرنا، مخير صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة في الحرم توزعها على الفقراء. نعم.